في يوم الوقاية من الكوارث أحيت اليابان المناسبة مع أطفال المدارس عبر أنحاء البلاد. في مدرسة أوتشاميزو الأساسية يتدرب الأطفال على الاحتماء من خطر الزلازل خلال تمرينات سنوية تشهدها المدارس تحسبا لمواجهة كارثة مقبلة. وتبدي الطفلة كيكو أوكادا سرورا لأن والدتها تدربت على أن تكون في الموعد لأخذها من المدرسة. عديد الأمهات من بينهن أمي جئنا في الموعد لمرافقتي، وإني أعتقد أن جهودا كهذه ستنقذنا عند حدوث كارثة. وتقول إحدى المدرسات: أعتقد أن هذا التمرين السنوي سيؤدي بنا إلى وقاية أفضل مثل الذي جربناه شمال اليابان. وبحسب وسائل الإعلام المحلية فإن ما يزيد عن 2 مليون موظف حكومي شاركوا في التدريبات الوقائية عبر أنحاء البلاد، ويتزامن الموعد السنوي لتلك التدريبات مع ذكرى وقوع زلزال الأول من أيلول سبتمبر عام 2023 والذي أدى إلى هلاك ما يزيد عن 100,000 شخص.